السلام عليكم، نهار جديد وفلوق جديد معنا. بداية بغيت نبدأ لكم الفلوق بهذا المنظر الجميل على ضفاف نهر الراين في مدينة ليدن، ومن بعد غادي نكملوا إن شاء الله الفلوق في الحديقة ديالنا، فتابعونا وهانتوما معنا. بيننا وبين الجيران أو الجيران الأتراك، بيننا وبينهم بحال واحد الواد هكا صغير كيتمشى، ف خصنا لابد ما نقيوه باش ما يطيح الشتا يلقى الماء منين يفوت. كيف ما كتشوفوه نقينا هاد البلاصه كامله، نقينا هاد البلاصه كامله ومازالين كنقيو. لابد ما خصنا نديرو بحال شي سوقيه هكا صغيره باش حتى الا كان الماء دايز يلقى منين يفوت. وهذه لا بد ما خصها تكون على حساب القانون هنايا ديال هاد الحدائق، خصها بد ما يكونوا بحال هاد البلايص هادو منقين باش الماء ما يتحقنش على بر على الداخل. وبالنسبه للنباتات ديال الجيران ديالنا تبارك الله هما كاملين. شوفي فين طلعوا، ما شاء الله غادي يطلع لها غله مخيره، اللهم بارك. هنا بدينا نجمعوا هاد الروينه اللي هنايا، غادي نجمعوها ونسالي وغنصور لكم كي رديناها. كيف ما كتشوفوا نقيونا ديك البلاصه، خلينا غير شي حجر غادي نحتاجوه. وقبيله حيت دخلت بغيت ناخذ نورمالمون غير كندخل لهنا للجرده كنجي ديريكتومون للبيض باش البلاصه البيض باش نهز البيض. هي دخلت لقيت هاد الدجاجه، قلت راه يمكن حتى هي غادي تبيض شي بيضه، حيت حليت عليها شتها كاع ما تحركات. ومن بعد مشيت تقريبا جلست شي ساعه د المكانه ورجعت لقيتها عاوت مقرقه اولا محضنه. في نظركم زعما غادي تكون كتحضن عاوتاني على البيض باغيه دير الفلالس؟ الله اعلم. غادي نمشي نجيب بيضات الى دخلتهم تحتها غادي نقول صافي راه بغات تقرق، ما دخلاتهمش راه كنظن راه غادي تبيض مره اخرى وغادي تنوض. انا البيض كنجمعو دائما هنا فهاد البلاصه ديال البيض، انا غادي ندي لها هاد البيضات غادي نشوف الى قبلاتهم ودارتهم وبغات تقرق عليهم. اوكي ما قبلاتهمش غنعرفها راه ما غاديش تقرق. هما البيضات غنشوف هادي هاي نقبهم عندك غير تمشي تهرسهم الجهه الاخرى الجهه الاخرى الجهه الاخرى هي غدخلهم لراسها. تعطيهم هذه من الجهه الاخرى الجهه الاخرى ها هي كتدخلهم شتي اذا راه باغي تقرق هادو باردين. صافي بارك الله. انا غادي نديرهم لهنا ونشوف بلاتي واش غادي ندخلهم كاملين ولا لا. درت لها 12 بيضه وديجا راه تحتها شي ثلاثه، المهم شحال ما دخلت
هنايا درت لها شي 8 ديال البيضات وعاد هي راه ديجا كاينين كان كنظن 3. المهم غادي نشوف واش غادي يدخل هادو ولا ما غاديش يدخلهم. الا ما دخلاتهمش غادي نحيدهم، لان دابا حيت كنبغي ندخلهم لها كتنقبني. نعم وهنا كنحك الشوايات اللي شوينا البارح عليهم والقطبان، مزقتهم في هاد البرويطه ودرت عليهم شويه ديال الدرافت اولا شويه ديال البرودوي ديال الواني حتى رطابو. ومحيت كلشي دابا هاني كنحكهم وكنغسلهم بالماء ديال الشتا، لان حيت كتشوي دائما ديك الشوايه كتبقى تتعمق باليدام وبهذا، فكنفضل انني نعقدها ومن بعد نحكم مزيان في البرويطه ونشللهم بالماء ديال الشتا، وديك الساعات ويستقطروا عاد نردهم لبلاصتهم. معنا حنا غسلناهم والشتا بدات كطيح بغزاره كيف ما كتشوفوا، والماء راه كيعمر عاوتاني هنايا. شتو الشتا راه كطيح بغزاره، انا ساليت والشتا بدات. وبالنسبه اللي سولوني على القطه قالوا لي خصني نبدل لها الفراش ديالها، راه حنا دائما كنبدلوه لها وديرت لها حتى هذه من الجنب باش القطيوطين ديالها ما يدخلوش من تحت الفوتاي. ها هي كترتاح من اليومين اليومين كنبدلو لها هذا كنصبنوه وكنجيو نديرو واحد اخر. هذا الشيء اللي كاين وها هما القطيوطين. ودابا يلاه معايا نشوفوا واش الدجاجة ديك البيضات اللي درت لها على الجنوبات ديالها واش حضنات عليهم اولا. ها هي كل لا بقات وحيده حدا ما درتهاش،
دخلت كلشي الا وحده، وكالعاده درنا لها الماء هوك والماكله. بلاتي شويه غادي نجي ونشوف الا دخلت، الا دارت حتى ديك البيضه حدنات عليها اوكي، ما حدناتش عليها غناخذها لها. المهم هاد النهار شحال في الشهر؟ هاد النهار 25 في الشهر، غنضربوا الحساب على 20 يوم فوقاش غادي يخرجوا الفليسات ان شاء الله. المهم 15 ولا 16 اغسطس اولا اوت شهر 8 غادي يجيو فليسات جداد ان شاء الله. هذا مكان وحنا لحد الان مازال ما عرفنا في هاد الفلالس اللي كبروا رجعوا دجيجات ديك السته، مازال ما عرفنا شكون فيهم فروج وشكون فيهم دجاجات. لحد الان مازالين كنتظروا، لان قالك حتى كيديروا 4 شهور حتى 5 شهور عاد كيبقاو عاد كيبانوا عاود اولا عاد كيتفرزوا. وبالنسبه للغربان الحمد لله الغربان ما بقاوش يجيو، وهما ولفوا بهاد البليصه ديالهم هنايا كياكلوا البرقوق. فكيدير هاد الخشبه هادي كي غيفيكسيها في الارض
باش غي يتكى ليها هاد السلوم فين الى بالدجاج. فيكسها في هاد الخشبة هادي. الشتا ما كتوقفش على النزول هاد النهار، كطيح شوية وتوقف، طيح شوية وتوقف، طيح شوية وتوقف. مرة أخرى جيت باش نشوف واش ديك البيضة وفعلا دخلاتها، قلت إلا ما دخلاتهاش غادي نحيدها لها، ساعة هي دخلاتها. كنظن الطوطال ديال البيض عندها دابا 11 ولا 12، إيه والله يعاونها.